والدته ما عم نشوفها مباشرة على الهواء، والد الشهيد. يعني محترم انه غضبها، محترم انه ما بدها تحكي. بنعزيك بهالمأساة الكبيرة، شو فيك تقول بهذا الإطار؟ الحمد لله رب العالمين، هذا أمر الله ومشية الله. الحمد لله، شو بدنا؟ أمر الله، يعني نحن بيتهمونا بأمور نحن ما قصدنا فيها. سيدنا الحسن والحسين لنا مثل ما قدروا سيدنا الحسين، قدروا ابن حسن. يسلم صح. الله يرحمه. ونحن نحن الشيعة بنحبهم أكثر من الشيعة، نحن ما عندنا مشكلة معهم. انا شخصيا ما عندي مشكله معهم، بس ان في ما بعرف اللي فكروا بعكس هذا. قتلوا لي صبي مخص، لا معه شفره ولا معه زكسره. هلا بقول له بلاك مخص، كنت بتحكي مع حد بقول لك ما خصنا، مين خصهم؟ وكان الجيش موجود لما قتل الصبي، كان الجيش والمخابرات موجوده. بلش القضاء يتابع القصه، نعرف مين اللي نعرف. اكيد نعرفه، هو هذا الصبي من 5 سنين مقوس كمان مخيب، اجى من 5 سنين جيلنا صلحهم. اجى في شخص اسمه بلال داخل وهو مسؤول عندهم، هو قال له لعصام شبلي هلا توفى بيو، ما كان يقبل. فات فيها جمال علي وعمر عسكر، فاتوا ليصلحونا معهم. نحن دعاة السلام، نحن الحسن والحسين قلنا والله قلنا الحمد لله رب العالمين، الحمد لله شهيد. ان شاء الله يكون دمه يكون بواحد الشعب. ما نحن ما عندنا اداء مع حدا، هن اذا عنده مشكله مع حدا نحن انا ما عندنا. انا بنزل كل يوم بتعاطى مع كل الناس بطريقه، بس يعني ممنوع. نحن صرنا 500 سنه هون، مش بيحكوا حكيات انه مش مزبوط. والحمد لله الله يرحم ابنك والله يصبرك يا رب. اول شيء هن عملوا مخطط كامل تحت خلفيه صوره سليم عياش. اول شيء هن كذبوا، قالوا كرمال علم الحسين. نحن مش كرمال علم الحسين عملنا هيدا الشيء ولا كرماله، لانه الحسين مش بس لقاله، الحسين لقلنا. بعدين هن بيقولوا انه ولد ارهابي عمره 13 سنه، لكن هن شو بيسموا سلاحهم شو؟ مش ارهابي؟ بيقولوا ولد ارهابي رايح على التعاونيه يجيب اغراض لامه، بيسبوه بقلبه بيسبوه عالم بلا ضمير. شو بدي احكي اكثر من هيك؟ الله يحرق قلبه علي، مدري شو عائلته علي شبلي، الله يحرق قلبه مثل ما حرق قلبنا ومثل ما حرق قلب امي ومثل ما حرق قلبنا كلياتنا.